اهلا بيكم في بدايه تقديم لقاءات طعم البيوت وفقراتنا، ان شاء الله تحوز على اعجابكم. هديكم فكره سريعه عن مواضيع لقاءاتي معاكم النهارده. اول لقاء بتكلم فيه عن دور المؤسسات والمجتمع المدني، المنظمات الاهليه في مسانده الفئات المختلفه من المجتمع، وهي دور مهم قوي بتقوم بيه هذه المؤسسات بجانب مؤسسات الدوله. عايزين ان ثقافه التطوع تكون موجوده عندنا، منتشره عندنا، نحاول ان احنا ننميها في ولادنا. طبعا ده دور الاسره، دور المؤسسات الاعلاميه مهم جدا، المؤسسات التعليميه ايضا. هنتكلم عن دور مؤسسات المجتمع المدني للفئات المجتمع المختلفه من خلال اللقاء الاول. اللقاء الثاني بتكلم عن الفن، بالتحديد فن الباليه، وهو من الفنون الراقيه جدا. امتى بيتم الالتحاق بمدارس الباليه او مراكز الباليه وسنتر الباليه المختلفه؟ ايه الشروط، شروط الالتحاق بيه، ووصل لأي درجة من التطور دلوقتي في مصر؟ كل ده هيكون إن شاء الله من خلال لقائي الثاني، نسمع الإجابات المختلفة. دلوقتي عندنا تقرير عن مشغولات يدوية هنشوفها مع بعض، وبعديه أبدأ لقائي الأول مع حضراتكم. ولقائي عن العمل التطوعي وأهميته للناس والمجتمعنا قد إيه مهم جدا ودوره أساسي. بتكلم دلوقتي وضيفتي هي الدكتورة نادية عبد العال، رئيسة إحدى المؤسسات الأهلية المعنية بتدريب وتأهيل الشباب وفئات المجتمع المختلفة، ده بالإضافة لأدوار كتيرة جدا مع المرأة العاملة والمرأة المعيلة والأطفال أو ذوي الهمم عموما. أهلا بحضرتك. أهلا بيكم. أهلا بيكم، تشرفت بيكم النهارده بجد. احنا اللي تشرفنا بحضرتك، واحنا يعني بنكن كل تقدير لكل ولادنا وشبابنا واخواتنا اللي بيقوموا باي عمل تطوعي وبيتطوعوا من وقتهم، يعني من وقتهم ومن صحتهم ومجهودهم، حتى بصرف النظر عن اي تطوع يعني او عطاء مادي. فخلينا نقول قد ايه ده مهم. هو مهم لينا احنا حتى لنفسيتنا. يعني انا ام رئيسة مؤسسة تطوير الكوتش العربي، يعني اتعملت ليه؟ للفكرة اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليها، فئات المجتمع كتير وكلها محتاجة دعم نفسي وإرشادي، والفئات اللي بنتعامل معها وأكتر فئة الشباب، والشباب بنتكلم هو ده المستقبل، ويمكن الرئيس بيدعم الكلام ده وبيشجع على كده لان احنا هنتطور بيهم. فلو هو نفسية الشاب مش أحسن حاجة، طب هنتطور بيه ازاي؟ هو هيكون السند والدعم لينا كلنا ازاي؟ فقلنا احنا سننا مش سن شباب، بس احنا فهمنا ومرينا وعندنا ولادنا، فلازم نساعد الفئه دي والفئات الاخرى. المراه، وخاصه المراه بقت يعني يا حبيبتي في جزء كبير مع المراه المعيله. الحاجه الاخرى ذوي الاحتياجات، ابني وابن حضرتك وابن اختي وجاري، فالناس دي كلها محتاجه دعمنا النفسي والمعنوي قبل اي حاجه. ايوه، عندنا كمان يعني شباب كتير بيبقوا ما خدوش مثلا القسط الوافي او الوافر من التعليم، عايزين ان هم يدربوا نفسهم، يأهلوا نفسهم بلغه، بتدريبات مختلفه تساعدهم في سوق العمل بقى ومتطلباته. فهل بتوفروا ده من خلال المؤسسات، او خلينا نتكلم عن مؤسسات المجتمع المدني عموما؟ طبعا بيتوفر. ليه بيتوفر؟ لان احنا معانا فئات كتيره بتدي ده، عندنا مدربين كتير، عندنا كوتشز، عندنا استشاري اسري، عندنا استشاري نفسي، فهي عباره عن برامج مقسمه، جزء بيشتغل على الجزء النفسي وجزء بيشتغل على تطوير الذات. فكل اللي حضرتك قلتي ده من لغات، من مهاره، بيقع تحت التطوير الذات. ايوه، انا بطور نفسي في مهاره اللغه، بطرب نفسي في مهارات حرفيه، يعني احنا بنشجعه حتى الصناعات المختلفه. بالظبط، انا يعني لو في ايدي صنعه، انا عمري فعلا صنعه في ايديا، يعني بتوفر لي الامان، الامان كله. وبعدين كمان بنفهمه ان انت بيها حاجه قيمه. مين قال ان اقيم حد دكتور ولا مهندس؟ مين قال الكلام ده؟ ده ما هو العامل اللي بيشيل لنا الزباله ده حد فوق راسنا، فما فيش حد فينا وتعلمنا كده وشفنا كده. انا كنت اثناء دراستي كنت بشتغل، اخويا كان بيشتغل انه يطبق سراير ويفرش حاجات في اوتيلات، وهو بعد كده بقى دكتور. فالفكره احنا كلنا بنقدر نشتغل، لان احنا ما بقاش في رفاهيه،
يعني عارفه حضرتك يعني من خلال تجارب شخصيه كتير اللي بيبدا ينزل سوق العمل ويشتغل حتى يعني في تطبيق السرير ايا كانت الشغله بسيطه بيعرف يدير نفسه لا لا ده بتفتح له ابواب لكن عدم الشغل هو اللي عمره ما هيخلينا نتقدم ان شاء الله حتى خطوه لقدام. البطاله اللي بقت مقنعه عندنا يعني فعلا يعني بنكلم كمان الاسر لان بنبني ابن معاق اللي هو كمان حتى معاه بس هو معاق ولا بيساعد اسرته وبالتالي ما بيساعدش نفسه. عندنا كده احنا استعداد ايه؟ اصله هيتعلم بكره هيشيل المسؤوليه بكره هيتعب. هو لو ما عملش من هو صغير مش هيبقى خلاص هيبقى فعلا ده يعني كده معاق لان هو بيعملش حاجه قاعد قدام التلفزيون بيتفرج. فيعني احنا اتطورنا حضرتك وانا وكلنا ما بقاش ده لغه العصر ولا متطلبات العصر والاسره اللي تفتكر ان انا كده بعزز ابني خلص. او بنتي لا بالعكس انا بعوده على زي ما حضرتك بتقولي كده الكسل الانتخه كده من الاخر لا وايه اول حاجه مش هيبر بي انا يعني امي راحت للدكتور لوحدها والولد بيتفرج على التلفزيون ايوه طب هو ده يعقل طب ده هيشيل الاسره ازاي ما تعودش على العطاء ما تعودش يتعب خالص من هنا حضرتك كم الطلاق اللي بيحصل من النقطه اللي بقول لحضرتك دي سواء البنات او الولاد حضرتك لمستي نقطه مهمه جدا لان كم فعلا الطلاق اللي احنا بقينا حتى نطلق عليه اعلاميا ظاهره ده ظاهره في الشباب وجيل الشباب جاي من ايه هو مستصعب المسؤوليه أيوة. هو مش انسان مسؤول هو مش عايز يتعب خالص في اي حاجه والاثنين ما لهمش نفس يعني ما عندهمش نفس حتى يستحملوا اول خلاف أيوة. او تاني خلاف فبنلاقي اسر اتطلقت واطفال اتشردوا حرفيا بس القصه مش انك انت تعمل لهم دعم مادي لا هو وقت طفل ما لقاش امه وابوه مع بعض ده منتهى الانهيار النفسي طب خلينا بقى نتكلم عن بالتحديد الادوار والمساعدات اللي بتقدموها انا ذكرت في الاول للشباب فذكرنا كورسات بس لو في طبعا يعني خدمات اخرى بتقدموها ومساندات اخرى والمراه المعيله لانها بقت نسبه كبيره جدا نتيجه بقى ظاهره الطلاق الكتيره نتيجه اسباب كتيره مجتمعيه بقى في نسبه كبيره جدا من المراه المعيله ممكن تكون عمرها ما اشتغلت في حياتها تعليمها مش كافي عايزه تفتح مشروع صغير يعني علشان نبدا نقول اول خطوه تعملها هي ازاي تستعد نفسها ويبقى عندها الثقه واول خطوه دي بتبقى اصعب ولا الخطوات بتبقى اصعب الخطوات ده اكيد احنا عندنا في الكوتشز دول حاجه اسمها بيزنس كوتش وعندنا كمان زي ما قلت لك استشارات نفسيه واسريه وهكذا الاول نقدر نتعرف على قدراتها يعني بنساعدها انها تتعرف على قدراتها حتى لو ما بتعملش حاجه خالص يعني كتير ناس بتواصلوا معايا اقول لها انت فين في انهي حاره في انهي منطقه تقدري تعملي صابون تصنعي صابون تقدري تعملي كذا يعني عارفه بنبدا نتناقش معاهم ايه قدراتهم النفسيه والماديه والمكانيه والحياتيه ممكن تكون عندها ابن معاق فما عندهاش يا حبيبتي الوقت الكتير او انها تخرج بره البيت طب ايه اللي تقدري تعمليه وانت جوه البيت بنتكلم معاهم أيوة. المراه المعيله ما بقتش حد قليل وفي سنه صغير على فكره ده بتبدأ حضرتك من سن العشرين والخمسة وعشرين ما هي وشغالة القصة خلي بالك حضرتك طويلة. كمان هنا في نسبة كبيرة جدا من البنات بناتنا اللي بيطلعوا من دور الأيتام مثلا في سن الواحد وعشرين على ما أعتقد وهم يعني بيبدأوا يواجهوا الحياة لأول مرة ملزمة بكم مسؤوليات توفر سكن وظيفة تبقى مستعدة احنا ده بقى واجهناه في احدى المؤسسات فعلا بدون ذكر الاسماء ان اتفاجئنا بالقصه دي ان الدار مهتمه جدا من البنات دي محتضنتهم من سن الرضاعه تخيلي حضرتك من الرضاعه او سنتين او ثلاثه وفضلت معاهم الرحله بتدي وتراعي وجات اللقطه اللي الست زي ما قالت لنا اللقطه القاتله البنات دي هيخرجوا ازاي للمجتمع وهم طول عمرهم اصلا بيعانوا انها لقيطه او بدون اب وبدون ام تخرج بقى ازاي هتخرج اتواجه ازاي بدأنا تعاوننا معاهم عشان نأهلهم ممكن تلاقي فرص عمل ازاي بس لازم اديهم الادوات أي. زي ما قلت حضرتك ما هو دول شباب بدربهم ايه ممكن طب تفكري في فكره مشروع ازاي طب تفكري ايه القدرات اللي انت محتاجاها مهارات لغات كمبيوتر
بندي بنحاول نشجعهم على المرات دي، بنخليهم يستعدوا لمواجهه حياه قاسيه. استعداد فعلا. حضرتك بتقولي ان هم بيبقوا في الدور دي من سن من هم رضع، يعني رضاعه او 3 سنين او سنتين، ده اعمار كده مختلفه. الست كلمتنا وكانت تبكي، واحنا كنا هنبكي بصراحه، لان قلنا لها واحنا قلنا لها مستمرين في الدعم معاكي، سواء ندي كورسات معينه نديهم دعم نفسي. ومن هنا بخاطب والله الناس كلها، ان حتى لو حاجه تتخلق بالشكل ده، ايه ممكن مشاريع يخرجوا حبايبي يلاقوهم، مدارس تستوعبهم تطلبهم، مصانع تطلب البنات دي، فبنشد برضو من فرصه ان احنا كلنا بنتكلم عشان يعني نوصل برعايه المجتمع. حلقات الوصل انك توصليها ببعض دي حضرتك ده دور مش قليل ابدا، بجد بحاول، لان بيبقى في ناس على فكره عايزين موظفين ويشتغلوا بقلب وباخلاص. احنا حتى بنطلق على العامل المخلص اللي بيشتغل بضمير، بنقول عليه ده رزق من عند ربنا. وفي بقى اللي هم محتاجين شغل ومحتاجين حد يدلهم على الاسواق المختلفه. بنسعى في الفتره اللي جايه ان زي ما نقوم بدوره الوصل دي بقى، ندي دعم وكله، بس ليه لا، احنا بقى ممكن نتصل بالمصانع دي، ممكن نعملها الفتره القادمه، على الاقل نكون يعني سبب في ان رزق للمكان ده يلاقي العامل المخلص، ورزق للبنات دول ان حد يرعاهم مراعاه محترمه وقيمه. ايوه. نقول كمان ان في فئه وشريحه من المجتمع المصري او يعني موجوده في كل المجتمعات مش قليله من ذوي الهمم، يعني مشاكل بقى مختلفة صحية مختلفة، برضو بيبقوا محتاجين الدفعة دي والدعم النفسي والتوجيه، والأهل أكتر منهم أو قبلهم. والله المشكلة بتنقسم لأكتر من جزئية. الأهل يعني بنلاقي كتير ساعات لما أم تنجب طفلة أو طفلة الجوز يمشي ينفصلوا علشان هي انجبت طفل صحيا في مشكله، بنلاقيها ادي مشكله. المشكله الثانيه، ايوه انا عايزه حضرتك من خلال عملك، يعني عشان ما يبقاش كلامنا كله، عايزين نقرب من الواقع، من خلال عملك اكيد شفتي حالات تفاعلتي معاها جدا يعني، وتحبي انك تقوليها لنا، زي مثلا الام اللي هي تخلف طفل عنده مشكله من مشاكل، فالاب بدل ما يساندها بيسيبها. ادي مشكله. المشكله دي بينتج عنها ايه؟ انها بتحس انها لوحدها، وتبقى مش عارفه تركز، عارفه ان حصل لها عدم توازن، فما بتبقاش عارفه تركز. طب المشكله الاعمق بقى كمان انها تهتم بالابن المعاق وتسيب الابن الاخر. يعني اخر مشكله واجهتنا ان في ابن معاق التاني راح حاله نفسيه كامله. ده نتيجه الاهتمام الزائد الاهتمام الزائد بالمعاق. وعلى فكره الاهتمام الزائد ده مش صحي، لان لازم احسسه انه طبيعي عادي، مش ان انا اللي بحميه، انا اللي بقوم له بكل حاجه، ده نفسيا مش صح للمعاق. انا لازم احسسه وكانه مندمج معانا، كانه حد طبيعي. ادي جزء من المشاكل تهتم. لا، المشاكل كمان الجد والجده والاهل والجيران يعاملوه مع معامله المنبوذ. فلقيت ام بتقول لي انا بقيت ارفض اخرج بابني في اي مجتمعات الا لما اقول لهم هتعاملوه زيكم. وبقيت خلاص اندمج مع الناس اللي مقدرين قيمه ابني. ادي ام من اللقطات اللي احنا اللي وديناها الوعي ده. الام كمان فاهم نفسها فيها مشكله، مش متقبله ان عندها ابن معاق، فبيفضلوا في حاله انكار في البدايه، في البدايه. وممكن بعض الاهالي بيخبوا الابن ده، بيخبوه، مش بيخلوه يتفاعل للاسف مع المجتمع. فهم يعني عشان كده بقول لحضرتك الاهل محتاجين مسانده في البدايه قبل الطفل كمان. ان بقول لها ان ازاي تقبلها للولد ده، ازاي تتعامل معاه بشكل صحي، مش تقعد تترعى فيه، لا، ازاي يكون كانه طبيعي، وازاي تندمج وتقنع اللي حواليها او تبدا تقرب من نفسها من حواليها الناس اللي يقدروا يدعموا ليها. كل دي من الحاجات. طب الشخص بقى نفسه، بنتعاون مع مؤسسات كتير، زي مؤسسات مش حابة أذكر أسماء، بس مؤسسات متخصصة في التوحد، بنروح نتعامل بقى معاهم إزاي. الست اللي بتقوم بالرعاية كمان تقول لي ساعات في واحدة بترفض نوع معين من التوحد، فبنتعامل بقى مع المدرسات أو الست اللي هي بترعى دول، نقول لهم إزاي يتعاملوا، إزاي يتقبلوا. بيجي لهم استرس جامد، يخرجوا يروحوا بيوتهم مش قادرين يتفاعلوا مع أسرتهم، فبنتعامل مع ده. يعني حتى الناس اللي بترعى دي نقطة عمري ما، يعني عمري ما ركزت عندها. يعني حضرتك بتتكلمي عن اللي بيتولى رعاية الأطفال ذوي الهمم بدرجاتهم المختلفة، أنواعهم المختلفة. لقيتها بتقول لي ده هم بيبقوا محتاجين دعم نفسي كل فترة، هم محتاجين دعم، وساعات مش قادرين يتقبلوا نوعية معينة، أصل في كذا حاجة، أوتيزم وتوحد وإتش دي، يعني أنواع كتيرة. فتقول لي ساعات في مدرسة ما تبقاش متقبلة حد معين. شوفي اللقطة دي، فقلت لها دول بقى عايزين محتاج نشتغل عليهم.
حتى سالتهم انتم محتاجين ايه، قالوا محتاجين كمان تعلمونا نطور من نفسنا، ازاي نتقبل اكتر، ازاي لما نروح بيوتنا ما نبقاش شايلين المشاكل دي. لا ده دول محتاجين شغل، الاهالي محتاجين، الناس اللي بترعى الناس دول محتاجين، اللي بيديروا الاماكن دي كمان هم محتاجين، كمان ذوي الهمم ده محتاج انه يحس ان احنا فاهمينه ومقدرينه، مش ان هو حاجه شاذه. لا على فكرة هي درجات متفاوتة، وفي بعض الدرجات اللي هو يكاد يكون طبيعي وعلى مستوى عالي جدا من الحساسية والذكاء، فعايز معاملة يعني حساسة جدا. فهي المواضيع كبيرة، ويمكن حابة أرجع لحضرتك لما تكلمتي عن الشباب، أكتر حاجة بنشتغل كمان عليها إزاي نأهلهم لحاجتين، لسوق العمل وإزاي يؤهل للزواج، عشان ما نوصلش للنقطة اللي حضرتك بديتي بيها، نسب الطلاق العالية. فبنأهل طالب نفسه، بدأنا هندخل الجامعات إن شاء الله الفترة اللي جاية بالذات لسنة آخر سنة سنة رابعة، نشتغل على الجزئين دول، إزاي أنت تختار سوق العمل بتاعك باختبارات كثيرة بنعملها، والحاجة التانية أأهل نفسي إزاي للزواج. فدي بالحاجات اللي هتقلل كتير النسب اختيار، بتختار إزاي نفسيا ماديا مستوى اجتماعي مسؤولية، مسؤولية أخدها بتدريج إزاي. أنا كشاب أبدأ أخدها إزاي؟ عارفة أكتر جملة بسمعها الشاب بيقوله إيه دلوقتي عشان فيها عزوف عن الزواج؟ أتجوز ليه؟ ما أنا قاعد كل حاجة بتتعمل لي. فبرجع أكلم الأسر تاني، بلاش كل حاجة، إحنا اللي فعلا خلينا أولادنا حتى مش عايزين يتجوزوا، ده في عزوف، ده دي مشكلة أخرى. ليه الشباب في عزوف؟ دي مشكلة كبيرة، بنات وصبيان على فكرة كبيرة أخرى. أولا الزواج أصبح مسؤولية كبيرة، تكلفة، يعني بنفكر في إزاي، كلام كتير. وللأسف دلوقتي كل حاجة بقت متاحة للشاب، للأسف طبعا. الجملة دي طبعا تتقال، أنا أتجوز ليه؟ أتجوز ليه؟ ما أنا كل حاجة متاحة عندي، لا وفي بيت حلو جميل أنا قاعد فيه، محدش بيطلب مني مسؤولية. فانا بخاطب الاسر قبل الشاب. على فكره احيانا البنات كمان ده منتشر حضرتك دلوقتي جدا، مش بس الولاد. لا لا ده في كمان، لا اتجوز اخلف بس وخلاص وبطل ونتطلق، لدرجه بقت في كمان دي الايشيو دي، ان اتجوز اخلف ونتطلق. حضرتك بتلمسي فعلا حاجات واقعيه جدا، اللي هو الفكره اهم حاجه من الجواز ان انا اخلف، ف بتحصل الافكار دي موجوده ان انا اخلف، خصوصا لو هي عندها الوظيفه او الامكانيات الماديه المتاحه. بقولك انا بقيت استغربها ما كانتش موجوده قبل كده، يعني ما كانتش موجوده في مجتمعنا. فده اللي خلانا لا الشباب محتاج كتير. قبل كل ده محتاج نحتويه ونحترمه، حتى في الجامعات لما بنروح الجامعات بنأهل لاستاف الجامعه ازاي تحترموا الطالب وتحتووه. ايوه لان ممكن هم يكونوا مساعدين جدا اكتر من البيت. لكن مش مجرد ان بديله علم، انا عايزه غالبا هم بيكونوا مساعدين. دايما المجتمع الخارجي من الاصدقاء او من المؤسسات المختلفه داعمين، بنسميهم الداعمين، دول داعمين اكتر من البيت، هو بيسمعهم وبيتقبل منهم اكتر من الاسره. ايوه فده فعلا احنا اكتشفناه، ازاي الفريق المعاون في ازاي الجامعات تساعد عشان نخرج حد سوي. يعني سوي نفسيا سوي اجتماعيا، اصل كل خلي بال حضرتك كله مردوده، الدكتور اللي مش هيطلع مظبوط هيأذيني، المهندس اللي مش مركز اللي مش ناجح هيأذيني، البيت هيقع، المرض الأدوية مش هتبقى مظبوطة. والله يا جماعة على كل المستويات كلنا بنتضرر، وهي على قد ما يعني صفة بنقولها ببساطة قوي سوي نفسيا بالظبط، بنلاقيها نادرة جدا. بقولك أنا يعني مش موجودة بسهولة. أنا اتجوزت واحد ما لقيته بشع، لقيته أو واحد يقول واحدة بتكلم نفسها، واحدة عندها ده، مرة واحدة بتقولي أنا بيقول لي هاتي الجورنان صرخت فيه عشان عندي عقدة نفسية إن كان بابايا بيطلبه ويضربنا لو ما لقاهوش. تخيلي حاجة تريجر صغير قد إيه. تأثير الأسرة والتربية وده اللي بنقوله، يعني الحمد لله إن احنا بنناقشه كتير يعني في لقاءاتنا، بنحاول يعني إن احنا نناقشه فعلا كتير. بشكر حضرتك دكتورة نادية عبد العال، شكرا. لقائي بالدكتورة نادية انتهى، لينا بعد الفاصل إن شاء الله لقاء تاني مع حضراتكم.